نصية يوضح للسفيرة البريطانية أسباب تعليق وفد مجلس النواب جولة الحوار السياسي. السراج يصل غريان ويلتقي مع المجلس البلدي والقيادات العسكرية والأمنية وأعيان المدينة. معلمون المناطق الوسطى والغربية وبني وليد يطالبون بإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق. مشاهدينا الأكارم، هذه نشرة الثالثة أقدمها لكم من قناة ليبيا بانوراما. طيب الله أوقاتكم. بحث رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب عبد السلام نصية وعدد من أعضاء اللجنة الثلاثاء مع السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميلت أسباب تعليق أعمالهم في جولة الحوار السياسي. قدم نصية حسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب خلال اللقاء الذي عقد بتونس شرحا لميلت والمجتمع الدولي عن القضايا الخلافية القائمة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة. من جهة أخرى، قال عضو لجنة الصياغة بمجلس النواب محمد جديد الثلاثاء إن متغيرات كثيرة طرأت على سير الأحداث بعد دخول سفير بريطانيا لدى ليبيا إلى مقر إقامة وفدي الحوار في تونس، موضحا أنه بعد الاجتماع جرى الاتفاق على عقد لقاء يجمع رئيسي لجنتي الصياغة المشتركة مع المبعوث الأممي غسان سلامة، ما عده جديد في تصريح له أمرا يثير الشكوك، مشيرا إلى لأن هناك إملاءات من السفير البريطاني على رئيس اللجنة، وخاصة بعد قرار أعضاء النواب تعليق أعمالهم في جولة الحوار إلى حين تقديم صيغة مكتوبة من الأعلى للدولة. كما أرجع عضو لجنة حوار مجلس النواب سالم جنيدي لليبيا بانوراما الاثنين سبب استمرارهم في تعليق مشاركتهم في أعمال لجنة الصياغة الموحدة إلى طرح أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة نقاطا جديدة لم يتفق على تداولها، لافتا إلى أن مجلس الدولة وضع آلية للاشتراك في إعطاء ثقة للحكومة، معتبرا الأمر اختصاصا أصيلا لمجلس النواب. المجلس جابوا مجلس الدولة، جابوا نقاط جديدة يعني ما كانش أصلا في الحوار، وبرضو يعني داروا آلية يعني لا علاقة لهم بها، هم عبارة عن مجلس استشاري، لكن قالوا احنا لازم نشتركوا في إعطاء الثقة للحكومة. كيف يشتركوا؟ قالوا الحكومة هذه أول ما تمر على المجلس، مجلس الدولة، ومن ثم مجلس الدولة هو اللي يحولها وين؟ يحولها للبرلمان. وأضاف جنيدي أن مجلس النواب هو الجسم الأساسي، قائلا إنه يجب أن يبقى على ما هو عليه، مشيرا إلى أن لجنة التعديلات بمجلس النواب علقت مشاركتها إلى حين تقديم لجنة حوار المجلس الأعلى للدولة مطالب مكتوبة في نقاط. هذا المجلس أصلا هو المجلس الأساسي اللي تكون ويجب أن يبقى على ما هو عليه، وبالتالي احنا علقنا عضويتنا حتى يقدمون أشياء مكتوبة يطالبون بها. تعثر وانصدام بحائط الخلاف، فعقب سير الجلسة بشكل توافقي سرعان ما أسقطتها مواقف التعليق، فتأثر لجنتي الحوار بالفجوة التي تفصل بين رؤية لجنتي صياغة النواب والدولة لتعديل الاتفاق السياسي بات جليا، خاصة عقب إعلان أعضاء لجنة الصياغة عن مجلس النواب تعليق مشاركتهم التي كانت من المفترض أن تخصص لاستكمال تعديلات الاتفاق السياسي ضمن أعمال الجولة الثانية للحوار. بعثة الأمم المتحدة بدورها أرادت أن تحد من وطأة الصدمة لتحيط وسائل الأعلام أن لجنة الصياغة الموحدة اقتربت من تحقيق فهم أوضح لآليات اختيار المجلس الرئاسي وصلاحياته أيضا في الجلسة النقاشية التي عقدت بمقر البعثة الاثنين الماضي. وأضافت البعثة أيضا أن الجلسة رفعت لإعطاء الفرصة لكلا الجانبين للتشاور دون أدنى إشارة إلى انسحاب أعضاء لجنة حوار مجلس النواب من الجلسة.
رئيس لجنة حوار مجلس النواب عبد السلام نصية أوضح سبب انسحابهم مستخدما عبارات أكثر صراحة ووضوحا حين وضع الأسباب في بيانه مساء الاثنين، مطالبا لجنة حوار مجلس الدولة بتقديم وبلورة مطالبها لاستئناف أعمال التعديلات. وإلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي. ويبدو أن الفجوة أكبر بكثير بين اللجنتين، ليكون الرد مباشر من لجنة الصياغة بالمجلس الأعلى التي اعتبرت موقف لجنة حوار مجلس النواب تعميقا للخلافات واستخداما لأدوات التعطيل والتسويف والمقاطعة وفقا للبيان، وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحت في الطلب على تعديله. يبدو ووفقا للمعطيات أن الحوار حول تعديلات الاتفاق السياسي قد بلغ ما بلغ من توافقات ليصطدم بسقف الخلاف ويسقط على الصلاحيات والاختصاصات، فيما تواصل كلتا اللجنتين التشبت برؤيتهما، مما يشير إلى فشل واقع ما لم يسعف بتدخل يلين من حدة الموقف. محمد عبد السميع لقناة ليبيا بانوراما تونس. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء عن أسفه للتقدم الضعيف في دعم المجتمع الدولي لمالي والنيجر في حربهما ضد الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا، مؤكدا أن منطقة الساحل الإفريقي عالقة اليوم في حلقة مفرغة، حيث أدى ضعف الإدارة السياسية والأمنية مع الفقر المزمن وأثار تغير المناخ إلى إذكاء انعدام الأمن. وأشاد غوتيريس بدور موريتانيا وتشاد في ضبط حدودهما أمام الأسلحة والمقاتلين القادمين من ليبيا. وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء إلى مدينة غريان في زيارة تفقدية رفقة عدد من كبار مسؤولي الدولة، وكان في استقباله لدى وصوله رئيس المجلس البلدي وأعضاؤه والقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة وأعيان المدينة ومشايخها. ومن المقرر أن يعقد السراج سلسلة من الاجتماعات بمقر المجلس البلدي مع مسؤولي القطاعات المختلفة بالبلدية. هذا وأشاد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الثلاثاء خلال لقائه بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفدا من أعيان مدينة جادو ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة بموقف النخب السياسية والاجتماعية بجادو في دعم مسار التوافق في البلاد ودورهم في تحقيق المصالحة الوطنية. وأكد الوفد دعمهم لحكومة الوفاق الوطني ولجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، كما وأصدر السراج تعليماته بتوفير المخصصات المالية بقدر ما يتوافر من إمكانيات لحل المشاكل في قطاع الخدمات بجدو. أعلنت قوة الردع الخاصة السيطرة على منطقة الغرارات في سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس بعد أن شهدت مواجهات مسلحة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الار بي جي. أكدت القوة عبر موقعها الرسمي مقتل الملازم أول نمير محمد الجمل أحد أفرادها خلال تلك المواجهات، كما دعت قوة الردع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التحرك في أماكن الاشتباك. تسلمت مديرية أمن زوارة بوابة أبي كماش الواقعة شرق المدينة على طريق المؤدية إلى رأس جدير، وبشرت فرق المناوبة والحراسة أعمالها منذ الاثنين. ونشرت المديرية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك أرقام هواتف للتبليغ عن أي تجاوز يحدث أو أي إشكال يتعرض له المسافرون. وكانت شركة مليتا للنفط والغاز قد أكدت أن أفراد مديرية أمن زوارة يرتكزون في البوابات الواقعة داخل الحدود الإدارية شرق المدينة، وذلك لتأمين مجمع مليتا والحفاظ على سير عمله بشكل طبيعي.
هدد مسلحون خلال مقطع فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإحراق منظومة النهر الصناعي في الجنوب إذا لم يخلى سبيل المبروك حنيش المقبوض عليه من قبل قوة الردع الخاصة بطرابلس. هذا وكانت قوة الردع قد أعلنت الاثنين القبض على الشخص المسؤول عن قدوم تشكيل المسلح إلى منطقة ورشفانة قبل أيام في محاولة للسيطرة على مداخل العاصمة طرابلس رفقة شخص سوداني الجنسية ويدعى إمام الفقي بحسب ما نشرته قوة الردع عبر صفحتها فيسبوك. ما إن بدأت فرق الصيانة أعمالها في محطة الشويرف التي تزود مدن الشريط الساحلي في المنطقة الغربية لليبيا بالمياه بعد جملة من الاعتداءات والتخريب الذي طال منظومة الأحساونة حتى تعرض هذا المرفق الذي يعد شريان حياة مجددا لعملية تخريبية من قبل مجموعة مسلحة تابعة للقوة 219 التي ظهرت في تسجيل مصور تهدد وتتوعد بحرق المنظومة بكاملها على خلفية القبض على المسؤول عن تلك القوة والمدعو مبروك حنيش المحتجز من قبل قوة الردع الخاصة في طرابلس بعد أن قامت بغلق صمام منظومة النهر الصناعي في كامبو 50 جبل الأحساونة وطرد العاملين منه. ولم تكتفي بذلك بل قامت بقفل خط الغاز المغذي لمجمع مليتا الغازي. وكان ما طلع خلال 72 ساعة احنا نحرق المنظومة هذه والمنظومة الثانية تاع الالف والطريق من الدار وطلبوا الغاز. وانا خليفة جمعة سلطان حنيش كون مبروك وان شاء الله نحرق حرق. هذه التصعيدات تأتي في ظل غياب أجهزة الدولة وعدم القدرة على السيطرة على المواقع الحيوية التي تعد عصب حياة المواطن. المتضرر الأكبر في تفاقم مثل هذه الأزمات هو المواطن الذي يتجرع ويلات النقص في جميع أساسيات الحياة وأهمها المياه، المشكلة التي باتت تؤرق المواطن في ليبيا والتي يبدو أنها ستشكل فصلا جديدا من معاناة المواطن الليبي في بلاده. طالب معلمو المنطقة الوسطى والغربية وبطن الجبل وبني وليد المسؤولين بإقالة وزير التعليم ووكيله وفصل وزارة التعليم عن التعليم العالي، معربين عن أسفهم لما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التعليم الذي استخف بالتعليم والمعلم وفق ما ورد في البيان الذي أصدروه، مؤكدين الاستمرار في الإضراب إلى حين تلبية مطالبهم. كما أكدت نقابة المعلمين بمناطق أوباري في بيان لها دعمها المطالب التي قدمتها النقابة العامة للمعلمين لوزارة التربية والتعليم المتعلقة بزيادة مرتبات المعلمين وسن قانون حماية للمعلم وتضمينها في قائمة المستفيدين من التأمين الصحي وفق البيان. وأشارت النقابة إلى دخولها في اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق هذه المطالب والتزام قطاع التعليم بصرف مستحقات المعلمين المحكوم لهم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارية. قرر المجلس الرئاسي الاثنين منح المعلمين في وزارة التعليم علاوة مالية تضمنت 12 دينارا عن كل حصة للصفوف الثلاثة الأولى ورياض الأطفال و10 دنانير لمعلمي صف الرابع حتى التاسع من التعليم الأساسي، إضافة إلى إعطاء 15 دينارا عن كل حصة لمعلمي مرحلة التعليم الثانوي و300 دينار لمدير المدرسة. وشدد المجلس على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره مع إلغاء كل حكم يخالفه. متواصلون معكم وتتابعونا بعد قليل. الحصادي يدعو إلى اتخاذ موقف إيجابي وفاعل لرفع المعاناة عن المدنيين في مدينة درنة.
كواكب الحدث وقد سار حبرا على ورق. في شرفة صغيرة نطالع وإياكم أبرز إصدارات الصحف حول الشأن الليبي. هنا مبتدأ الحديث خبر. بانوراما الصحافة. هي ليبيا وهي اللي حبيت، وهي بلاد القلب مهما ريت. هي ليبيا كل الحبايب فيها، أهلي وجيراني وهي أهلا بكم من جديد. دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور لحصادي الأربعاء منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيريو إلى اتخاذ موقف إيجابي وفاعل لرفع المعاناة عن المدنيين في مدينة درنة وزيارتها للوقوف على أوضاعها، مشيرا في خطابه إلى أن المدينة تتعرض لحصار يمنع دخول الاحتياجات الإنسانية الضرورية ويمنع حرية التنقل للمواطنين، ما عده الحصادي مخالفا للقانون الإنساني الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق قال منسق تجمع أهالي درنة عادل البرعسي الاثنين إن المنظمة الدولية للحقوق والعدالة تعتزم زيارة المدينة خلال الأيام القادمة، وذلك للوقوف على الوضع الإنساني الراهن، موضحا في تصريح له أن هذه الزيارة جاءت استجابة لدعوات أهالي المدينة المتكررة للمنظمات الحقوقية، لافتا إلى أن زيارة المنظمة ستكون بالتنسيق مع مؤسسة الرحمة لحقوق الإنسان واتحاد السلام لمؤسسات المجتمع المدني بمدينة طرابلس. من جهة أخرى، استنكر رئيس لجنة حملة الإغاثة لمدينة درنة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر الاثنين موقف المجلس الرئاسي تجاه توفير الحماية الدولية للحملة، مشيرا في بيان له إلى أنهم طلبوا الرئاسي بتسهيل وصول الإغاثة إلى المدينة، الذي اقترح ترتيب موعد للجنة مع سفراء الدول الخمسة الكبرى في مجلس الأمن في تونس لإقناعهم بتأييد هذه الحملة. وهذا ما اعتبرته اللجنة موقفا ضعيفا من قبل المجلس، كونه يتحمل مسؤولية إقناع المجتمع الدولي بضرورة فك الحصار عن درنة بحسب البيان. صرح رئيس المجلس الليبي للنفط والغاز خالد بن عثمان أن خسائر الإنتاج النفطي منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت 180 مليار دولار بعد تراجع الإنتاج في تلك الآونة، والذي بلغ 1,650,000 برميل على خلفية إغلاق الحقول النفطية. ونشد بن عثمان الجهات الأمنية بضرورة المحافظة على النفط كونه العمود الفقري والدخل الوحيد للبلاد وفق تعبيره. أعلنت وزارة الصحة الاثنين عزم البنك الدولي تقديم مساعدات لصيانة بعض المرافق الطبية في ليبيا، وأفادت الوزارة أن المساعدات جاءت بناء على اتفاق بين وزير الصحة المفوض ومندوب عن البنك الدولي في وقت سابق، موضحة أنها تتمثل في بعض الأدوية وصيانة بسيطة ومستعجلة للمرافق الصحية في مدينتي سرت وبنغازي، إضافة إلى تسيير قوافل طبية للمناطق النائية. أقيم في بلدة حج حجيل ببلدية مرزق مهرجان للحملة الوطنية يجسد تاريخ الماضي القديم تحت شعار أبناء حج حجيل فداء للوطن. التفاصيل في هذا التقرير.
ملحمة تراثية ممزوجة بعبق التاريخ ترسم في ذهن أهالي حج حجيل بإقامتهم مهرجانا للحمة الوطنية بمناسبة إحياء التقاليد القديمة بقيم وطنية. ما يميز الحدث مشاركة كل أطفال البلدة بعروض قدموها في ساحة الملعب الشعبي وسط حضور كل الأهالي. هنا تتراقص النساء وهن يحملن جريد النخيل كما كانت تفعلن قديما، ومن ثم يلاقيهن الرجال وهم يتراقصون لاستقبالهن. هي جزء من عادات اندثرت ولم يبقى منها إلا الأثر الطيب. ننتقل اليوم في هذه الأمسية التراثية التي تجسد حب الوطن وتجسد اللحمة الوطنية لأبناء حج حجيل، روح أو فداء للوطن. طبعا التقينا اليوم الملحمة أو البرنامج مقسم إلى يومين. اليوم الأول طبعا في عروض رياضية وعرض شامل للتراث. اليوم غدا إن شاء الله سيكون مخصص للتراث الشعبي، كيف كان الآباء والأجداد يعيشون حياتهم في السنين الماضية. أبناء حج حجيل فداء للوطن شعار حمله المهرجان طيلة فترته والتي استمرت مدة يومين في أمسيات شعبية امتزجت بلوحات فلكلورية وعروض وألعاب شعبية. حتى لا تبقى هذه العادات مجرد حكاية تروى، يلتف أهالي حج حجيل اليوم حول ذكريات تعود بذكراهم إلى الماضي وإحياء لميراث عتيد. بهذا مشاهدينا وصلت وإياكم إلى ختام هذه النشرة وإليكم العناوين. نصية يوضح للسفير البريطاني أسباب تعليق وفد مجلس النواب جولة الحوار السياسي. السراج يصل غريان ويلتقي مع المجلس البلدي والقيادات العسكرية والأمنية وأعيان المدينة. معلمون مناطق الوسطى والغربية وبني وليد يطالبون بإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطنية. أطيب المنى ودمتم في أمان الله.